فاكرين الجون ده؟ سوس نباس، القطار نباس يحاول يتعدى مع اللورد انيستا، انيستا فابريجاس، فابريجاس كرة توصل خيسوس، يمشي للنينو توريس، توريس يوزع كرة ترجع من الدفاع، ترجع لفابريجاس، فابريجاس وكرة، هدف، هدف لإسبانيا، كامبيون ديل موندو، كامبيون ديل موندو، كامبيونس إسبانيا. الجون ده سجله نيستا في نهائي كأس العالم 2010 ضد هولندا، وخلى منتخبه يفوز بالمونديال، وترجع تتكرر المواجهة تاني بين المنتخبين إسبانيا وهولندا في دور المجموعات في كأس العالم 2014 اللي اتلعب في البرازيل، ومنتخب الطواحين داخل وعايز ياخد بطاره من اللي حصل في نهائي النسخة اللي فاتت، وإسبانيا داخلة بثقة بفوزها بالنسخة الأخيرة، ويبدأ الماتش ومن البداية كده الطواحين هي الأخطر، وبانفراد لشنايدر بيضيع بيه الهدف الأول لمنتخب الطواحين، ولكن اسبانيا بترد على طول، ونيستا بيهدد مرمى المنتخب الهولندي، بيرجع بعدها دييجو كوستا وبيشوط، ولكن لسه الماتش 0-0، وفعلا بالضغط ده يجي لهم ضرب الجزاء عشان يترجمها تشافي الونسو بالهدف الاول للمتادور الاسباني بدري بدري، وشكل اسبانيا ناوياها للمرة التانية، ولكن بعد الهدف بدأ منتخب هولندا يفوق وبيهاجم وبيهدد مرمى اسبانيا، وفعلا بقى هو الاخطر وهو اللي مسيطر، والناحية التانية اسبانيا بترد بهجمة وعايزة تخطف الهدف الثاني، ولكن بتحصل المفاجأة وبيسجل فان بيرسي الهدف الايقوني العالمي لكاس العالم من رأسية خرافية على حدود منطقة الجزاء عشان يتعادل للطواحين ويرجع الماتش لنقطة الصفر من تاني، وبعد التعادل بينتهي الشوط الاول والمنتخبين طالعين حبايب، ونروح للشوط الثاني وشكلنا كده هنشوف شوط حلو، ومن بداية الشوط كده بيجرب انيستا وبيشوط ولكن بجانب المرمى، وبتترد بعدها كرة هولندية لأريل روبن بانفراد عشان يلم بيكيه وبيسجل الهدف الثاني للطواحين في مرمى كاسيا، وبتتقدم هولندا في الماتش بهدف روبن العالمي وتبقى النتيجة 2-1. بعد الهدف هولندا خدت الثقة ومسكت الماتش بالطول والعرض، وقالت الماتش ده مسألة حياة أو موت عشان فان بيرسي يكسر العرض بكرة قوية جدا، ومن حظ كاسيا سنها جت في العرض، والشوط الثاني نار النار وأسبانيا بتلعب وبتهدد مرمى الطواحين، ولكن بترد عليها هولندا بفاول تسجل بيه الهدف التالي عشان هولندا تضرب بالثلاثة ودفاع وحارس اسبانيا تيهيه، واسبانيا ما عندهاش حاجة تبكي عليها وبدأت تهاجم وبعرضية خطيرة تسجل بيها الهدف التاني عن طريق سيلفا، ولكن الحكم بيلغي بداعي التسلل، وبتحاول اسبانيا تسجل الهدف التاني وهولندا بتهدد وبترد عليها، وبخطأ من الحارس التاريخي ايكار كاسياس بيقضي عليه فان بيرسي بالهدف الرابع عشان تبقى نتيجة تاريخية بكل المقاييس، وبعد الهدف راموس بيجرب حظه من فاول ولكن بجانب القائم، وبالمرتدة الهولندية وبسرعة روبن وترقيصه للحارس بيضرب بالهدف الخامس عشان تبقى خماسية تاريخية، ولسه الماتش مخلصه وبكرة مرتدة هولندية، ولكن كاسياس بيمنع الهدف السادس بعد هجمة خطيرة بروحين ولا احسن ولا اروع من كده، وبانفراد من اسبانيا، ولكن فرناندوم بيمنع توريس من تسجيل الهدف الثاني للمتادور الاسباني، وفي الاخير هولندا بتضيع هجمات كتير جدا وبينتهي الماتش بخماسية تاريخية، وهولندا بتسطر وبتكتب التاريخ واستكبوة من لعيبة اسبانيا بعد ماتش تاريخي للطواحين.